ده حابة يخليني نحافظ على اسالكم بقى التطبيق. سؤال او طلب، انكم تنصحوا اي حد دلوقتي بيتفرج علينا في دماغه انا عايز اجرب ومقتنع ورايح في السكه دي، قبل بقى ما يبدا في السكه دي تقولوا له ايه؟ طيب هي كل الفكرة بس ان في ناس في بداية السكة بتبقى شايفة ان الموضوع ده حلو جدا وصح جدا. احب اقول انا كنت مكانك كنت شايف ده حاجة حلوة جدا، بس يعني انا مجرب لك او جاي لك بقى من قدام وبقول لك المستقبل هيبقى صعب جدا. المخدرات ما فيش فيها هزار، ما فيش حد بيقدر يهزر مع المخدرات ولا في حد قد المخدرات. انا مش اقوى من المخدرات اللي كمدمن، انا ضعيف جدا قدام المخدرات، بس انت طول ما انت بعيد وطول ما انت بتحاول تبعد عنها انت اقوى منها. طبعا. تاني حاجة المخدرات ما فيش فيها بدائل غير ان احنا اخرتنا مصحات اللي هي الجنون والسجون والموت، احنا ملناش بدائل تالتة او رابعة. فكل الفكرة ان انت لو بصيت للمستقبل قدام هتلاقي في ناس ماتت بسبب الضرب، في ناس اتجننت بسبب الضرب، في ناس مسجونة بسبب الضرب. انت مش محتاج ان انت تبقى حد من دول، انت محتاج ان انت في الاخر تبقى شخص محترم. لو بدأتها من الاول هتلاقي نفسك مرتاح في الاخر.